وفاة سندريلا السينماتيكية الممثلة ليبيوس سافرانكوفا. غيب الموت الممثلة التشيكية ليبيوس سافرانكوفا التي اشتهرت بدورها في فيلم ثلاث حبات بندق للسندريلا. استوفيت الأربعاء عن عمر ناهز 68 عاما على ما أفادت إحدى المحطات نقلا عن ابنها. وتؤدي ليبيوس سافرانكوفا في هذا الفيلم المشهور جدا الذي تولى إخراجه التشيكي فاتسلاف فيرلوتشي عام 1973 دور سندريلا الشابة جدا التي ترقص وتتقن استخدام القوس والنشاب وتتسلق الأشجار. وأدى ممثلون ألمان ككارولا برونبوك ورولف هوبي وكارين ليش أدوار الرئيسية في هذا الفيلم الذي تعيد محطات التلفزيون في الجمهورية التشيكية وألمانيا والنرويج وسلوفاكيا وأسبانيا والسويد وسويسرا، عرضه سنويا في موسم عيد الميلاد. وصور جزءا من هذا الفيلم في قلعة ميرتسبيرغ الخلابة في ولاية ساكسونيا فيما كان سابقا يعرف باسم جمهورية ألمانيا الديمقراطية، حيث يقام معرض سنوي مخصص له منذ عام 2009. وتحظى سافرانكوفا بشعبية كبيرة في بلدها، وقد شاركت في عشرات الأفلام منها كوليا الحائزة على جائزة الأوسكار عام 1996 وفي الكثير من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية. وكانت الممثلة تكافح سرطان الرئة منذ سنوات، وهي متزوجة من الممثل يوسف إبراهام الذي أدى دور البطولة في فيلم ليفينغ عام 2011 من إخراج الرئيس التشيكي الراحل والكاتب المسرحي فاتسلاف هافيل.